تسبب انفجار ماسورة مياه محلاة في حي جويزا شرق محافظة جدة يوم أمس لأسباب مجهولة، مع استمرار طفح المياه الجوفية في معاناة السكان من تدفق المياه التي دخلت إلى الدور الأول في بعض منازل الحي، على نحو ما حدث مع محمد السلمي أحد المتضررين من هذه المشكلة. وأرجع سعيد العمري ما حدث إلى سوء التنفيذ، حيث قال: جمعنا 6,000 ريال من كل بيت في الحي حتى وصل المبلغ إلى 1,000,000 ريال تم تسليمه للشركة المنفذة لمشروع المياه، ولكنها نفذته بطريقة خاطئة وعشوائية. وقد رأيتهم أثناء عملهم حيث يتم الحفر بشكل عشوائي ويتم وضع الماسورة، ومن ثم يتم دفنها بالحجارة دون رمال تحميها من الانكسار أو مواد تحافظ عليها من التلف، والنتيجة أننا نفاجأ في كل يوم بانفجار ماسورة في مختلف أنحاء الحي، ولا أدري من المسؤول عن ذلك. وقد اتصلت أنا شخصيا على رقم الطوارئ 940 أكثر من مرة وأبلغتهم بالأمر، فكانوا يردون علي بأن هناك شركة مختصة سوف تأتي لحل المشكلة، وكان ذلك قبل حوالي شهر، ولكن إلى الآن لم تأتي هذه الشركة حتى دخلت المياه إلى قواعد وأساسات العمائر، فمن المسؤول عن الأضرار التي نتحملها نحن؟ وتساءل عمري: هل نحن في أحياء شرق الخط السريع منسيون من الخدمات التي تقدم لغيرنا في الأحياء الأخرى؟ وأضاف: كل ما أتمناه عبر المدينة أن تنقل صوتنا إلى المسؤولين، وعلى رأسهم سمو أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. مصدر مسؤول في الشركة الوطنية أوضح أنهم تلقوا بلاغا عن وجود مياه متدفقة من موقعين مختلفين في ذات الشارع، وتبين أن أحدهما ناتج عن كسر في أحد أنابيب الشبكة، وقامت فرق الصيانة على الفور بمعالجته، فيما كان الثاني ناتجا عن تدفق مياه جوفية من الحي، وتمت الاستعانة بعدد من صهاريج الشفط لتخفيف منسوب المياه المتدفقة، وقامت فرق الصيانة باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.